اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله الذي خلق الكون ونظمه ووضع البيت وحرمه وخلق النحل وفهمه ونادى موسى وكلمه وبعث محمدا وعلمه. سبحانه ما أعظمه، سبحانه عز فارتفع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء ولا شابا إلا أصلحته. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ثبتهم بالإيمان وطاعة الرحمن والفوز بالجنان والعتق من النيران. اللهم إنك قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين دارنا يا الله؟ اللهم اجعل دارنا دار السلام مع النبيين والشهداء والمقربين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، أدخلنا دار السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى تسليما كثيرا.
Jazakallah khair. A beautiful dua.